السلام عليكم. تاو توسكان اند دايغنوستيكس، كيما شفنا كيما لعبتنا لكم كاين الاخر هذا نتاع الفابيا كشتو نتاع الدوسنسات كي الاوساخ المتراكمه اللي عليه، رانا في طور الانجاز معاه. البلوك عند التور يخدم فيه، لاكيلاس رانا نهتموا بها نغسلوها نستفوها مليح. خلينا نعد لكم لاكيلاس ومن بعد تشوفوها كي نخدموها. شوفوا لاكيلاس، هذه لا بومباو، هذه لا بومباو، هذه لا بومباو، وهذه لاكيلاس، وهذا لاكيلاس، وهذو لي جوان دكيد. شوفوا الفتحه تاع جوان دكيد قدوش. دروك من بعد نزيد ندير لكم كومباريزون تاع لي جوان دكيد. دروك نجيو هنايا للفابيا. الفابيا هذه، الفابيا هذه كونسومي الزيت، فيها كونسوماسيون دويل. اول حاجه نتابعوا لها، شوفوا هنا الفيد اصلا، شوفوا الفيد اللي هنا نكيلوه كما قلنا للسيغما، اي السيغما. نبداو بالقياس الاول اللي هي السيغما، عندنا 0.50 out of tolerance، خارج تفوت نورمال، تفوت سامبل 50، يعني فايتة 0.50 تكون 1 52 53، تفوت عادي 50 تفوت نورمال. بالنسبة للقياس نتاعو على 75.5، هذا نورمالمون او اس تي دي. كي نجي نشوفو قدا طايح، 4 سنتيام، 4 سنتيام، اسما رجعت تايبرد. تايبرد هو شكل من الاشكال تاع هذه 3 سنتيام، وهذه هذه اللي كانت تكونسومي بزاف. كي نجيو نشوفو لاكيلاس، نشوفو لاكيلاس هنا واش نلقاو؟ نلقاو لا شومبر هذه تكونسومي بزاف، هاي لا شومبر اللي تكونسومي بزاف. بالنسبه ل 3 سنتيام و 4 سنتيام راهي لاباس شويه، نقدروا نحطوا بيستوات، نقدروا نحطوا بيستوات بلي ساقمون جدد في حاجه مليحه، نتخلصوا من الكونسوماسيون. لكن المده ما راحش تطول. انا واش عجبني في الموتور هذا مولاه يتهلا مليح ما شاء الله. شوفوا لي كوسيني، هو العموم محرك ضعيف نسبيا، 70 حصان، خد 70 حصان وعدد نيوتن متر قليل ما يضرش. لي كوسيني ثاني نتاع لي بالي، لي بالي جدد تسمى، هذوك ردوهم نرجعوهم. ها لي بالي كوسيني مازال جديده خلاص. لي كوسيني نتاع الفابيا اندو معروفين بالسمك نتاعهم الكبير، يعني البلوك ماهوش معرض للتلف كيما لي بلوك الاخرين. الكوسيني الكاك يدور الفيل بروكال، كوندور الكوسيني تدير ما يلحقش الفيل بروكال هي، لكن الكوسيني هذه خشينه ما مستحيل تدور، مستحيل تدور الكوسيني على الحجم نتاعها. بالنسبه للميكانيزم نتاعها نشوفوه، الديسك نتاعها صاي قريب يرجع ورقه، شوف تمحى كلش، واش عدل تمحى كلش حتى لحق الريفيات. الريفيات بعد تقاسو شويه اخرين، ريفيات كيما هذا تقاسوها سي بون. هذا نعاودو له ميكانيزم في حاجه دوريجين ان شاء الله خير. الاكسده كاين، اكسده كاين شويه اكسده. البومبا لويل مليحه، بومبا لويل على العموم ديما تقدر تقول ما في الفابيا ما تفسدش. هذه الاكسده هاكو تشوفوا الاكسده نتاع الزيت. المحرك هذا ماشي، هذه لقيناها لداخل ما فهمتش على داروها، داروها لاشان باش ما تديرش، باش ما تديكاليش لاشان. حنا السر في الكلاج تاع لاشان باش ما تديكاليش، واش نديرو؟ نديرو امباك هنايا، نديرو امباك داخل هذا
يعود كي يرجع ترجع ليكليسيار ترجع عليه ما يديرش ما ديكاليش علاش، لان كون كان طرد اللورا مارشار طرد الروضة اللورا ولا جماعة اللي يبدلو لا كروا ساعات يبدلو لا كروا يغلطو ديكالي علاش انا يتعوجو لي سوباب بدل لا كروا ولا لا بومبا ولا يغلط يدير بسانكيام يحب يدخلها. ليكليسيار ملاح، ليكليسيار نشوفهم ماهمش متراسين. بالنسبة للزيت حنا الشيء اللي راح نبدلوه دركا الوحيد اللي نبدلوه هو الطوندور تاع لاشين لا بومبا ليكليسيار ولاشين نخليوها. نبدلو بيان سير لي جوان سبيي لي جوان كاتاليزور مني وش يبينلنا يبينلنا لا شومبر هذي وهذي كانو يكونسوميو الزيت شوية والاخرى ما تكونسوميش. هذا هو التشخيص. لو كنعاودو بيستوات هنايا نعاودو حوايج بسيطة ان شاء الله تفي بالغرض. جوانت كيلاص لقيناه جديد لانه ما عندوش بزاف ملي عاود لي سوباب الرودي ولي سوباب مليح نظفوهم نعاودو لي جوانت كيد وربي يصلح. وعندنا جوانت كيلاص دوك تشوفوه تاع خونا. السلام عليكم. هذا بعد نيتواياج درنا لها نيتواياج لا كيلاص فابيان بعد نبلاصيو لي سوباب جدد. هذا الاكسيد نحيناها هذا بالبركان خلوه كيما كان غطيه برك لي بينيون كوسيني بيستوات اشونجي هذا كوتي كيلاس. بداية الاشغال ان شاء الله راح نعطيكم خطوه خطوه نمتعكم باذن الله عز وجل. ناو موفتين 1.6 اتش دي اي 16 valves. هذا كوتي بوات الفرشيت ما على باليش من هنا الفرشيت فرشيت في الدوريجين هنا هذا كوتي بوات روتي الفرشيت. هذا ميكانيزم كلاتش بيتي هذا كوتي كيلاس كيلاس هذي لاشين ميتاليك. عندنا لي جوان سبيي لي بوسوار 8 ملاح و 8 قلتو ماهمش ملاح. لي جوان دقيد راهم هنا و لي جوان تاع الكوليكتور دادميسيون هنا و راح بالطبع راح نلغيو لافان جيير جوان كيلوس بالطبع فلتر بومباو تاعو ماهمش نبدلو خلاص نبدلو هذاك نعيي انا. لي بيستون تيرموستا معندكم تيرموستا تاعو هذا التيرموستا هذه يعني كي بقات مفتوحه هي دونجي كي تبقى مفتوحه يعني مكسره تكسرت هنايا ها تيرموستا رشات يعني اول مره هذا اول مره يتحل المحرك كي اول مره يتحل راح يكون الاغلاق نتاعو سير لي نورم يعني نغلقوه كيما قالت الشريعة يعني في كيما الكتالوج تاع لا ميزون تاعها بالضبط. كل بولون يرجع بالسيراج نتاعو كل سيجما بالقياس نتاعها كل بيستو بالقياس نتاعو لي كوسيني كلش 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 يرجع كيما كان كيما قلنا تيرموستا هذه كيما دوسويت هذيك اغلب الظن كانت تيرموستا هي سبب في نجمه كيلاس يسوتي. هذه لابيبار يا ثاني تبدل لانها ترشى في اي لحظه ترتق الفم هذا ترتق هذه ما هذا والله ولي التوفيق. دعواتكم لينا الجماعه اللي عندهم دي رونديفو غير يسمحوا لنا الحالات خلطت ظروف شخصيه ظروف صحيه خلطت ان شاء الله ربي يوفقنا واياكم. السلام عليكم ورحمه الله.